بالنسبه للنقل العمومي السكينه كتعاني بخصوص البحاره والتلاميذ والطلبه والاساتذه. السكينه المهم راه المشكل ديال الخط شركه ارزا راه كنعانيو معها بزاف، راه الناس مساكن راه كيتمحنوا، كاين المشكل ديال الاكتظاظ وكاين المشكل ديال التوقيت وكاين المشكل ديال الخطوط، راه الخطوط راه قلال. والمشكل الكبير باللي راه الخطوط اللي كاينين راه كيدخلوا لدغازوت، في حين ان دغازوت عندها الخط ديالها والناس مساكن راه كيتكرفسوا، راه عوض يدير ساعه المكان راه كيوصلوا مساكن ساعتين. وبالنسبه للطلبه راه كاين بالنسبه للتوقيت راه كيخرجوا بالليل ما كيوصلوا لديرهم حتى لواحد الوقت سميتو الوقت متاخر. ولهذا راه كنطالبوا من المسؤولين يدخلوا ويتخذوا الاجراءات، وكنطالبوا من السيد الوالي حتى هو يرفع علينا هذا الحيف اللي عندنا في هذه المنطقه. وكنتمناو ان شاء الله باش الامور تيسر ويطلقوا لنا الخطوط، حيث هذا المشكل ديال النقل تقريبا راه ضرب تقريبا شحال هادي، والفاعلين الجمعويين راه كيشتكوا كيديروا الشكايات. وبالنسبه للمسؤولين ديالنا في المجلس الجماعي راه كنبغيو يتبعوا المسائل ديالهم، الى وضعوا شي شكايه ولا شي طلب كنتمنوا منهم يتبعوه ويعطيونا اخر المستجدات وشكرا. المشكل اللي كاين هو اننا كنلقاو بعدا مشكل في التنقل، مشكل في التنقل ديال الحافله في اكادير. الا بغيتي تجي ليتامر خصك تسنى واحد المده ديال ساعه ونص واكثر، واليوم اليوم السبت، انا هنا بغيت نعاود نرجع لاكادير وجيت وانا من 11 وانا كنتسنى في الحافله. هذا دابا تقريبا راه دابا راه ساعتين هذه الحافله ما كايناش، وحتى دابا ملي جات بغيت نطلع ما لقيتش بلاصتي فين غادي نمشي، لان مع اليوم السبت والطلبه كيخرجوا كيكون واحد الازدحام. وإلا بغيتي تمشي ثاني في الطاكسي راه ماشي كاين انسان اللي ماشي في الاستطاعة ديالو باش يمشي في الطاكسي، 20 درهم و20 درهم بنادم يمشي ب 20 درهم ويجي ب 20 درهم هو ماشي في الاستطاعة ديالو باش يجيبها، راه زعما راه شيء مضني. وكنطالبوا من هاد الناس المسؤولين ديال الحافلات انهم يزيدوا يعزوا من هاد الاسطول، يعزوا من هاد الاسطول اللي بغاو الحافلات اللي بغاو الشركة ديالهم تستمر. حنا كنشوف هاد الشيء اللي كنشوف دابا كنشوفه هو حيف، حيف لهذه المنطقة، منطقة ديال تمري فهما حيف اللي دايرين لهذه المنطقة ديال تمري. وإذا كنقول أنا حقرام حاقرين هذه المنطقة، أنه لا يعقل أن في واحد ساعتين ولا ساعتين ونص على كتجي الطوبيس، راه لا يجوز. فتنطلب من الشركة ديال أرزا إلا بغات أنها تخدم في هذا الخط هذا خصها تعزز الأسطول ديالها. انا كنقترح تكون كل نص ساعه حافله، لان الناس بزاف كيمشيو، كاين الناس اللي كيمشيو للعمل ديالهم من المرسى ما كيلقاوش فاش يمشيو، كيكون اكتظاظ كيكون هذا. والله الله يحسن العوان، خص هاد الناس يحاولوا ما امكن انهم يوجدوا واحد الحل لهذه المعضله. اولا المشكل ديال النقل ديال العمومي النقل انزا عندنا واحد المشكله صعيب. شوف علاش هنا فيه الدراري الطلبه اللي كيمشي من هنا حتى لاكادير الطوبيس كدوز في واحد الطريق ديال الداخل ديال تغاسوس وكيعطلوا الدراري في الطريق. اول ثانيا الطوبيس قليله، كتجي الطوبيس وحده ف ساعتين ما كان يلاه كتجي الطوبيس، الدراري كيعانيو من هذا الشيء والساكن ديال تمر كيعانيو من هذا الشيء. حنا ديجا مشاو الدراري ديال الجمعيه ديال هنا داروا الاجتماع مع المسؤولين ديال ارزا على القضيه ولكن جواب ما كاينش. كنطالبوا من هاد المسؤولين ديال ارزا ولا الجماعه ديال التمري باش دير واحد التدخل عاجل على الشيء ديال النقل العمومي. شكون النقل العمومي الى ما يمكنش الحل ديالو راه مشكل، لا بدا يديروا الدراري الوقفه، دابا كيطلبوا بالوقفه وبعض الجمعيه داروا البيان على حساب النقل العمومي ولكن الجواب ما كاينش. كنطلبوا من هاد المسؤولين ديال ارزا يفكوا لنا هاد المشكل. وبغينا الطوبيس ديال ارزا ما بغيناش مازال تدوز في الداخل ديال تغاسل، كتشوف الطريق ديال تغاسل كيفاش ولات، شي نص ساعه كتضيع غير في الطريق ديال تغاسل. حنا بغينا باش يتغيروا الطريق ديال تحت يديروا الطريق ديال الفوق، يجي من الفوق، شي على حساب الدراري ديال الطلبه راه كيتعطلوا. وكنطالبوا منهم الزياده ديال النقل، تكون الزياده النقل ديال التمري، راه كاين جوج طوبيسات ولا ثلاثه طوبيسات كتكون الفرق بزاف
ثلاث ساعتين المكنة حتى ساعتين ونص ديال المكنة هنا في المنقة ديال التمرين، راه بزاف كيتعطلوا الناس هنايا، على الناس كيتعينوا من هذه المشاكل. وشكرا. قرا في اكادير لسا. المهم حنا كطلبة كنعانيو من مشكل ديال الطوبيس، من ناحية التعطال، من ناحية كلشي، حتى من الطوبيس، ما بين طوبيس وطوبيس كاينة ساعة، ساعة ديال المكنة خصك تسنى الطوبيس. دابا إلا خرجتي في 12:30 خصك تسنى نص ساعة مع الوحدة عاد يكون عاوتاني الطوبيس، فهمتي؟ هو سميتو المشكلة ديال التغازوت، كان الطوبيس تيدوز من الفوق، دابا ولا تيدخل سميتو التغازوت، وكاينين تماك المنعرجات ديال التغازوت وشحال ديال الحاجات. من ناحية التغازوت عاوتاني تيوقف حيتاش التغازوت عندهم الطوبيس ديالهم، ما محتاجينش كاع يدخل الطوبيس لداخل ديال التغازوت. وسميتو داكشي التعطال وسميتو التغازوت يحاولوا يدوزوا الطوبيس من الفوق، اصلا ديما تنطلبوا معاهم، ديما عينا معاهم، ما بغاوش يديروا لنا حتى شي حل. المهم حنا كطلبه راه ما بقى ما عندنا ما نديروا الا نخرجوا نديروا احتجاج ولا شي حاجه، عينا ما ندفعوا طلبات وكلشي لصقهم فتماك في الصالصة الشركه عندهم، ولكن عينا ما ندفعوا ما بغاوش يديروا حتى شي حل معنا، ما بقى الا احتجاج. وهذا الشيء اللي هنا نقول على الطوبيس تعطل بزاف، كاين مرات شي مره كتغيب، شي مره لا ما كتدخل تروح تمشي ديريكت للدار كتعطل الطوبيس ساعتين، لما كان ما كتكونش تماك على حساب ذاك الطريق تاع تماك تاع غازوت تدوز من تحت، وما عندهم طوبيس تاعهم ما يحتاجينش كاع طوبيس تاع تسبب لنا ديما تعطيل هذاك الشيء اللي كاين، تدخل لك الطوبيس تستنى ساعه عاد مكانه. طبعا الجماعه درينا طوبيس زد طوبيسات ولا جوج ثلاثه طوبيسات باش تجي بقى تجي في الوقت، كل نص ساعه تكون طوبيس.